السلام عليكم، معكم وئام إدريسي من ثانوية طه حسين التأهيلية. حنايا واحد الفريق اللي هو نادي الخوارزمي، وكذلك أنا عضوة في نادي علم الفلك. النادي ديالنا كيقدم مجموعة من المعلومات حول المجموعة الشمسية والكواكب وداكشي كامل اللي كيتعلق يعني بالفلك، ودرنا بزاف ديال الإحصائيات بحال السنة الماضية مشينا لمدينة العروي وما شفنا الهلال، واستخدمنا بزاف ديال التقنيات باش مثلا كيفاش كنشوفوا الهلال في شهر رمضان ولا في بزاف ديال الشهور الهجريه، داكشي كامل اللي كنعتمدوه. وصراحه البرنامج ديالنا يعني جينا اليوم باش نقدموه لبزاف ديال الزوار، ولقينا نجاح كبير، جاو عندنا زوار بزاف وبزاف اللي استفدوا منا، وهذا الشيء اللي كاين. يعتبر مجسم مدينة السلامة الطرقية من أبرز الأعمال التي أبزع فيها تلاميذ مؤسسة الأذكياء في إطار برنامج إعادة الدوير الخاص بالمدارس إيكولوجيا، إذ نال هذا المجسم إعجاب جميع ضيوف وزوار المؤسسة بما يتميز به من تقنيات وإتقان في العمل. استم تركيب هذا المجسم بواسطة إعادة تدوير مجموعة من المواد المختلفة، من بينها سبورة خشبية غير مستعملة تم استعمالها كقاعدة للمجسم، علب مختلفة تم استعمالها كبنايات، سطح منزل مركب من مخاريط الصنوبر، بين قوسين بذور الصنوبر، أقلام مستهلكة فارغة، قطع بلاستيكية من أجل صنع عنفات طاقة ريحية، ومنوبات من أجل تحريك العنفات، قطع كرتونية تعود لعلب البيض، أقراص مدمجة من أجل صنع خلايا الطاقة الشمسية، قطع خشبية من أجل تركيب بناية مؤسسة الأذكياء. تم تركيب هذا المجسم بواسطة تم تزويد هذا المجسم بتركيب كهربائي للتحكم في أضواء المرور والإنارة. كما نلاحظ بأن الطاقة الكهربائية المستعملة في هذه المدينة المصغرة يتم إنتاجها بواسطة المحطات التي تعتمد على مصادر الطاقة نظيفة متجددة وصديقة للبيئة، عوض المصادر الغير متجددة والملوثة للبيئة. كمؤسسة الأذكياء، مؤسسة التربية والتعليم الخصوصي بمنطقة فرخانة، احنا مؤسسة إيكولوجية بامتياز، إيكولوجية 100%. المؤسسة ديالنا انخرطت في البرنامج الإيكولوجي للمدارس الإيكولوجية وحصلت على اللواء الأخضر بالتفوق ديالها في مجموعة من المحاور: الطاقة، يعني إعادة التدوير، محافظة على الماء إلى آخره. فهي مؤسسة كتعتمد على المحافظة على البيئة بامتياز. شكرا لك. من الهدف ديالنا ديال هاد سميتو ماشي هو لا بروغراماسيون في حد ذاته، ولكن بغينا ديك لا بونسي انفورماتيك نزرعوها في التلميذ، باش حنا الا قرينا واحد 2000 تلميذ ولا شي حاجه لا بروغراماسيون بهذه الطريقه وخرج لنا واحد انجينير د انفورماتيك خير، ولكن الا خرج لنا بها واحد 60 امين امين اسماعيل يا
السلام عليكم. كما كنعرفوا بأن جامعة محمد الأول هي جامعة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعتبر الأولى إفريقيا في هذا المجال، لذلك كان ولا بد أنها تشارك في إنجاح هذا المهرجان الناظور للعلوم والتكنولوجيا من خلال الاختراعات والابتكارات اللي كتقوم بها جامعة محمد الأول بشراكات مع عدة مؤسسات تعليمية وفضاءات اللي كتدعم الابتكار والاختراعات خاصة للشباب والأطفال والفئة الصغرى.